في ناس كتيره ما شاء الله عايزه تبدا على اليوتيوب. عايز ارجع اوقف تاني، مش على كمال في اليوتيوب دلوقتي. ده هيثم، ايه الحاجه اللي انا هضيفها؟ افتح لي يا ابني قناه تيك ناو. مش ماليش دعوه، انت حر. والله ما ينفع. لا لا والله ما ينفع. هلا، صباح الخير او مساء الخير، لان الساعه حاليا الساعه 1:30 بالليل ومزنوق في الابحاث زي ما انتم شايفين كده، لانه اتضح ان انا في ديدلاين عندي كمان يومين، يوم 11، وفي 3 ابحاث انا ما جيتش نحتهم خالص. كنت فاكر ان هم هيبقوا يوم 15، ما فرقتش كتير عامه يعني، ولكن انا بحب ازنق نفسي، ولكن مش للدرجه دي يعني، او عادي بزنق نفسي للدرجه دي، ولكن المهم ان انا مزنوق. ف بدات الفلوج متاخر شويه، بكره ان شاء الله خارجين او بدري شويه، عشان بكره ان شاء الله خارجين راح نجيب الموبايل وهتكلم في موضوع معين يعني. بس فالفيدباك بتاعكم كان لطيف جدا في الفلوج اللي فات، وفي ناس اضافت لوجهه نظري اللي انا كنت بتكلم فيها، وان انت طبيعي تتاثر بالناس اللي انت بتتابعها وكده غصب عنك، ودي مش حاجه سلبيه او حاجه وحشه، ده الطبيعي. ومع الوقت انت بتاخد الستايل بتاعك وبتكون الستايل بتاعك ويبقى ليك اسلوبك الخاص وكده. فدي كانت نقطه مهمه جدا كنت لازم اقولها، واللي ما شافش الفلوج يشوفه يعني من هنا يعني، لطيف يعني. فبس اشوفكم بكره الصبح تقريبا يعني. هلا، صباح الخير. حاليا احنا في الجامعه طبعا عشان وحشانا وكده. طبعا انا بكذب، باين انا بكذب. علاقتي بالجامعه علاقه مش عاطفيه، علاقه من طرف واحد، لسه بدانا يعني نحب بعض الترم اللي فات يعني، وجبت جيد اللهم لك الحمد. عامة جامعتي جميله، نظيفه، متطوره، زي ما انتم شايفين كده الطياره اللي ورايا دي شايفينها. بس حاليا انا وهيثم جايين شؤون الطلبه هنا، عشان هيثم بيجيب اوراق للمنحه بيقدم عليها. قدم في حياته على 117 منحه، ما اتقبلش فيهم ولا واحده اللهم لك الحمد يعني. واعرفكم بهيثم. هيثم ده هيثم، او بمعنى صح الليو هيثم، نسبه لليو ميسي والليو حفني، واكيد الموضوع له علاقه بالكوره يعني. هو بيتفرج على نفسه؟ لا، واللاعبين يعرفوا يعني لو يعني يعني هو بعد الماتشات بيتفرج طبيعي زينا على نفسه، بيشوف المتعه اللي احنا بنستمتع بيها. على فكره هو يجري مقابلات كده، لاحظت انه لا، لازم اسال، لازم اساله. ايه احساسه هو بيتفرج على نفسه؟ لان دي متعه، متعه. احنا انا كلاعب ادك اللي راغه وبالظبط يعني، لعيبه حافظه اتفرجت عليه وحافظته وحافظه تحركاته وتمركزه، ورغم كده بيترقصه. دي مهاره، موهبه كبيره. غايبه بلس ان هيثم مش فقري خالص ما شاء الله عليه. بس ده كان هيثم صاحبي، ان شاء الله كل ما واحد من صحابي في يظهر في الوجه بعرفكم عليه، بحيث تعرفوا الناس اصدقائي وكده وزمايلي. وبس الله المستعان. هنروح دلوقتي نفطر صح؟ المفروض دلوقتي نروح نفطر من عند طاطا، بيعمل حاجه جامده اسمها ماك طعميه، ودي حاجه عظيمه جدا من اختراعه اعتقد يعني. ماك الغلابة زي ما بيقولوا كده يعني. بس هو طعمه جامد جدا يعني، ولكن هو طعمه في الاخر. فبس يلا هيثم. هيثم قولنا دلوقتي مكونات طعمية الماك اللي انا قلت لكم عليها. اتفضل يا ليو. بيحط عيش برجر وكاتشب مايونيز وخس وخيار مخلل وطماطم والحاجات دي اللي بتحط مع البرجر عادي، بيحط طعمية محشية كبيرة مش هتشط. المهم ان هو جامد يعني. ايه بقى الموضوع اللي انا كنت عايز اتكلم فيه، او من التايتل ده اللي انتم شايفينه؟ حوار ان في ناس كتيره ما شاء الله عايزه تبدا على اليوتيوب، وما شاء الله صديقين ليا الباشمهندس احمد طرطور وهيثم حسن ما شاء الله عليهم، عاملين سلسله عن ازاي تبدا على اليوتيوب باقل الامكانيات وكده وكده كله. ولكن قبل ما تبدا، في سؤال انا عايز اساله، او انا مريت بالفتره دي قبل كده وكنت عايز اوقف لهذا السبب يعني. هو ايه اللي انت هتضيفه جديد على المحتوى المصري مثلا؟ انا ماي روم، انا وزميلي وصديقي هيثم الليو رايحين المنصوره ان شاء الله، رايحين نعمل مش كذا مشوار، وانا رايح عشان اجيب الاباجوره بتاعه المكتب عشان حاسس يبقى في باك لايت ورايا وكده. فان شاء الله يبقى يوم لطيف كده، وهناخد كل احتياطاتنا واجراءاتنا عشان حوار كورونا ده. في حاجه عايز اتكلم معاكم فيها،
حوار اللي انا عايز اوقف تاني، عايز ارجع اوقف تاني، مش عايز اكمل في اليوتيوب دلوقتي. حاسس ان في حاجات كتيره لسه محتاجه اطور نفسي فيها، زي الاضاءه، الايديتنج. طلعت انا فكسان قوي، مش واو قوي يعني في الموضوع الايديتنج خالص، مع اني حابه. التصوير كذلك. زائد اهم حاجه، ايه الحاجه اللي هقدمها زياده على المحتوى الموجود؟ هنقعد نعيد ونكرر في الكلام اللي بيتقال. انا عارف موضوع الفلوجز ده حاجه شخصيه شويه، والحاجه اللي عايز اصلا حاجه اللي عايز اعملها اللي هي الايه، وثائقيات، حاجات وثائقيه. فكنت بفكر انا اوقف وارجع تاني، وارجع اصور ان شاء الله مدى تظبط، ولكن انا مش هعمل كده. او الفكره في اليوتيوب اخده كموضوع اللي انا مش مطلوب مني ان انا انزل كونتنت كل اسبوع مثلا، او لما يكون عندي حاجه هطلع واقولها، دي الفكره يعني. ففي حوار كتير قوي قبل حوار كونتنت جدا، ان انت يلا نعمل محتوى على اليوتيوب. لا، في اسئله كتير محتاج تسال نفسك، هل انا هضيف حاجه ولا لا، ايه الحاجه اللي انا هضيفها؟ بس دي النقطه، ده السؤال اللي محتاج اساله. ما في الف واحد بيعمل نفس المحتوى، نفس الكلام اللي انت بتقوله، ايه الجديد؟ فاهم؟ كل ما اقف مع نفسي واتكلم مع ده تظهر لي اهداف جديده وحياتي مش واخد بالي منها، وانا ماشي في اتجاهها مش ده اللي هيوصلك اللي انت عايزه. بس انا دي الحاجه بحبها وبطلع فيها طاقه سلبيه. مثلا الفيديو ده انا مش هرفعه وش، يعني انا بفضفض بس عمدا. احنا خارجين دلوقتي ولكن مش هخرج اصور وش، فانا بفضفض مع الكاميرا كده، بحس ان اخد عليها اكتر. ورمضان كمان جاي، ربنا يستر. في فيديو هصور رمضان ان شاء الله اصوره. وحاليا هكلم محمد عيسام صديقي، ايه هو كهرباء وانا في ميكانيكا، بس احنا نعرف بعض من فتره كبيره قوي. فكره انت هتضيف ايه يعني؟ في ناس بتبدا على اليوتيوب باهداف مختلفه وباهداف كتيره جدا. في واحد بيبدا عشان الفلوس، وفي واحد بيبدا عشان هو حابب يظهر، وحابب عشان الشهره مثلا، او واحد عايز ينشر وعي معين، او عايز يضيف قيمه معينه، او ما شابه ذلك. الاهداف بتتعدد، ولكن ايه الحاجه اللي انت هتضيفها يعني؟ وانا انصح جدا قبل ما تبدا على اليوتيوب بشكل او باخر تشوف الفيديو بتاع الجانب الاسود بتاع احمد فهمي، الفنان العظيم. انا بقول عليه فنان يعني الصراحه، عشان هو فنان حرفيا. الجانب الاسود، الفيديو بتاع المحتوى المصري على اليوتيوب، او المحتوى بصفه عامه على اليوتيوب. مش فاكر التايتل اسمه، ولكن هتشوفه لغايه ده. شوف الفيديو ده قبل ما تبدا محتوى بشكل او باخر. في حاجات قبل ما تبدا لازم تطور نفسك فيها، زي التصوير. الناس بتتعلم ولسه يعني من 2017 ولسه 1200 سبسكرايب، نتيجه ان انا ما عنديش السكيلز الكافيه دي وان انا ما بستمرش، دي نقطه كذلك. فانك تتعلم مونتاج، انك في حاجات كتير قبل ما تبدا المحتوى. فدي مش بقول انك تبداش، انا ماليش دعوه، انت حر وده قرارك انت في الاول وفي الاخر. ولكن دي كانت نقطه حابب اوضحها ليك، ايه الحاجه اللي انت هتضيفها لينا لما اتفرج عليك؟ بس اتكلمت على المحتوى الايماني خاصه في القناه شانل عندي، عشان ده محتوى بتعب فيه اكتر. كمان شويه اقول انا ليه بعمل فلوجز اصلا يعني، وايه وجهه نظري في الكلام اللي بعمله ده ان شاء الله. فاتمنى تكون وجهه نظري وضحت بشكل صح. دي وجهه نظري يعني، لو حد عندك اضافه للكلام اللي بقوله ممكن تكتب في الكومنتات ونناقش وتصحح لي وجهه نظري انا غلط وما شابه ذلك. دي بقى دي حاجه لطيفه منك يعني. فبس دي كان الكلام كنت عايز اقوله يعني. تمام جدا، منورين. افتح لي يا ابني قناتك ناو. يا صاحبي ما ادري ايوه جبت كم راسي ده عشان ما بنتع. اللهم بارك يا صاحبي. احنا دلوقتي عند عمر صديقي، هو فاتح اشباب الستور وكده يعني. خليه هو يجي يتكلم دلوقتي عن الستور. هو موجود في الزقازيق. الشارع ده اسمه ايه يا عمر؟ هو جنب كريم بجمعة كده في الشارع جانبي. اسم المكان عشان ما خدتش بالي برضو. ايه؟ زي ما سمعته كده. فبس بتعالوا تشوفوا المكان هنا، ومش هيديكوا خصم اكيد يعني، عشان ما ولا تديهم خصم يا صاحبي. اي حد من طرفه زي ما بيقول لكم كده طبعا. وبس، وانا هنصور له فيديو لطيف كده ومنتجه له ان شاء الله، ابعته له وتبقى حاجه لطيفه كده ليه ان شاء الله يعني. يلا بينا. هلا، خلصنا تقريبا تصوير الى حد ما يعني. طب تمام، انا ليه بقى بعمل فلوجز يعني؟ الشباب فاضل لهم 5 دقايق او 10 دقايق ويجوا عشان هيساعدوني في بحث الاستراكشر، لان المسائل بتاعته كتيره، وانا التسليم بتاعه بكره، وانا هقعد اعمل البحث التاني اللي فاضل لي، وبقى كده خلصنا ان شاء الله يعني. والشباب ما شاء الله عليهم ملتزمين بالتباعد الاجتماعي زي ما انتم شايفين، ربنا يجزيهم خير يعني. الموضوع صعب يعني، مرهق. ف يعني ربنا يعدي الفتره دي على خير. فهم عامه يعني وقفوا معايا وقفه لطيفه يعني، ربنا يجزيهم خير.
هيساعدوني في الحوار ده يعني تقريبا هحله حوالي 6 مسائل كمان فربنا يكون في عونهم يعني. هقعد اخلص دلوقتي بحث اللغه ان شاء الله ونجي كل شويه كده ان شاء الله. بس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 1 3 خلصنا 3 1 3 1 الرابعه 1 ماشي 5 5 4 مبروك يا فوز. خلصنا الاستراكشر كان خنيق جدا ودلوقتي هنقعد نلعب سيشن انا والشباب. لا احنا دلوقتي هنقعد نلعب سيشن شويه احط عليهم طبعا يعني. بقى انا مش هتكلم انا مش هتكلم انا هوريكم دلوقتي هتشوف دلوقتي النتائج ورياكشن بتاعهم هم بيعيطوا يعني. بس يلا بينا. اوف اوف اول جول الهدف الاول يا احمد لسه ماتش ما خلصش عادي ما فيهاش مشكله لسه ماتش ما خلصش عادي يا حبيبي عادي 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 يا والله ما ينفع والله العظيم ما ينفع دي ثاني مره تعمل معانا نفس الحركه دي اوف والله ما ينفع لا لا والله والله العظيم انا كمان ماتش على كده لا لا يا اسطى في حاجه اقسم لا 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 ما هو مش معقوله بخش كمان راجل مش معقوله بخش صحابي صحابي دول صحابي خد يا فوز اعمل لي الدراع يا اسطى اظبطه اظبطه واعمل كمان راجل تقريبا كده الفلوج خلص يعني. اليوم كان طويل جدا رحنا جبنا الفون وقضينا اليوم يعني وجينا كمان الابحاث فالموضوع كان مرهق جدا بالنسبه لنا ولكن الحمد لله يعني بالنسبه لي عاده يعني. بكره ان شاء الله نسلم وهيبقى فاضل لي بحث واحد ان شاء الله سلم يوم 15 وكده خلصنا بقى نشوف بقى الاجازه هنعمل فيها ان شاء الله. فبس نشوفكم الفلوج الجاي باذن الله. سلام.